واحدة واحدة بقى معايا دلوقتي وركز في اللي هقوله كويس. دي مسألة بيقولك إن أنت عايزك تدرس حركة ماس، الماس دي البارتيكل، الماس بتاعته ام وهو متعلق في فيرتيكال سبرينت، يعني في سقف كده أهو السقف ده وفي سبرينج كده وفي البارتيكل، تمام. فبيقولك الناتشرال لينث اللي هو الطول الان ستريتشد اللي هو ال نود، حلو كده، والاستفنس بتاعته كي. قال لك اثبت ان الحركه دي سيمبل هارمونيك موشن، تمام. ودور على البريدك تايم، هات البريدك تايم بيساوي كام واثبت ان هو سيمبل هارمونيك موشن، تمام. واحده واحده بقى كده وركز معايا كويس. احنا هنمسك البارتيكل ده الاول ون ايه ونشوف الدنيا ببساطه كده. ايه الدنيا؟ ده كده السقف وده كده السوستة بالطول بتاعها الطبيعي، حلو. زود لها شوية لان احنا حطينا البارتكل. ليه زودنا لها شوية؟ البارتكل ده لما اسيبه كده هيقعد يطلع وينزل يطلع وينزل، بعد كده مرة واحدة يقوم واقف، حلو. لما يقف هيقيس الطول الجديد هيطلع لي ال. الجسم ده لما وقف معنى كده ان حصل ايه؟ اتزان. هاجي اقوم جاي قايس الاتزان او دارس الاتزان ده، انا عندي سيجما اف بيساوي زيرو. تعال بقى نشوف سيجما اف بيساوي ايه. انا عندي في الاتجاه اللي فوق، الاتجاه اللي فوق كده انا عندي ايه؟ عندي التنشن، وفي الاتجاه اللي تحت انا عندي الام جي بيساوي زيرو. اذا التي بتساوي ام جي، تمام كده. تعال خد الكلام ده كده هنا، التي دي اللي هي عبارة عن كي دلتا اكس او دلتا واي بتساوي ام جي. دلتا واي هنا بتساوي ايه؟ بتساوي ال ال الجديده اللي هي دي ناقص ال ال نود، مقدار الاستطاله اللي احنا عاوزينها. يبقى كي في ال ناقص ال نود بيساوي ام جي. خلي المعادله دي اسمها رقم واحد، حلو كده. تعالى بقى هنعمل ايه؟ هنشد الجسم ده لحته لتحت شويه، يعني انا هقوم جاي شده كده، حلو، ويقوم جاي سايبه، فيقوم جاي ايه طالع لفوق. فانا هاخد ال يعني لما اجي اقيس الدنيا واظبطها كده هاخد اتجاه الحركه بتاعتي فوق ولا لتحت؟ هاخد اتجاه الحركه بتاعتي لتحت، حلو كده. فيبقى انا عندي كده ان التنشن الجديد لما انا شديت البتاع ده شديته كده حته لتحت، تمام، شديته بمقدار واي او بعدت بمسافه ايه، تمام، ودرسته عند بعد واي جديد اللي هو حته هنا كده جديده اسمها واي. فيبقى التي ده بيساوي كي ال ناقص ال نود، تمام، زائد كي واي الاول حته جديده اللي انا عملتها دي. فيبقى عباره عن بيساوي تي بيساوي كي ال زائد واي ناقص ال نود، مظبوط كده. دي التي الجديده، التي القديمه او اللي هي التي نود دي موضوع تاني، حلو كده. يبقى انت عندك ال زائد واي ناقص ال نود. ادرس بقى الجسم ده. الجسم ده انا عندي الام واي دبل دوت في الاتجاه اللي نازل لتحت بيساوي ام جي، حلو، اللي هي في الاتجاه اللي تحت، ناقص في الاتجاه اللي العكس الكي في ال ال زائد الواي ناقص ال ال نود. وانا جايب من المعادله رقم واحد قيمه ال ام جي، يبقى ام واي دبل دوت بتساوي كي ال ناقص ال نود زائد ناقص كي ال زائد واي ناقص ال نود. خد الكي عامل مشترك، يبقى ال ام واي دبل دوت بتساوي كي ال تطير. ادي كده عندي هنا ال ودي داخل عليها اشاره نيجاتيف، داخل عليها اشاره نيجاتيف، داخل عليها اشاره بوزيتيف، حلو كده. دي هتطير مع دي ودي هتبقى نيجاتيف والتانية هتبقى بوزيتيف، تطير مع دي ويتبقى لي نيجاتيف واي. اذا انا بقى عندي دلوقتي الواي دبل دوت بتساوي نيجاتيف كي اوفر ام واي. نقدر نقول لو احنا حطينا الكي اوفر ام بتساوي اوميجا تربيع، جميل كده، يبقى انا عندي الواي دبل دوت بتساوي نيجاتيف اوميجا تربيع واي. دي حركه سيمبل هارمونيك موشن،
حلو كده. قلنا شرط الحركة السيمبل هارمونيك موشن ان العجلة تكون دالة في الواي او في المسافة بمقدار ثابت اللي هو الاوميجا، وهنا بنقول ان الاوميجا بتاعتي بتساوي الجذر التربيعي لكي على ام. حلو الكلام ده. عايزين البريودك تايم. قلنا البريودك تايم ده اللي هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن اللي احنا عارفينه يعني من القوانين اللي قبل كده في اي مسألة سيمبل هارمونيك موشن، ان التي بتساوي 2 باي اوفر اوميجا، يعني بتساوي 2 باي في الجذر التربيعي ام على كي. مظبوط كده، انا بس شقلبت الجذر بس، بتبقى هي دي كده الحل بتاع المسألة، لان مسائل السيمبل هارمونيك موشن زي ما بيجي فيها ارقام بيجي فيها اثبات سهل وبسيط زي ده.